اضرب روين للسترينسنج للريفورس الكونكريت ستراكشر ان اديشن تو الووتر بروفنج. احنا بنذكر شركه الخياط على الدعوه الكريمه ان احنا ندي محاضره بخصوص الووتر بروفنج وتدعيم المنشات. المحاضره بتاعتنا ان شاء الله النهارده فيها انتدكشن وهنتكلم على الاسترينسنج للار سي ستراكشرز على الدي هوميديفيكيشن عمليه منع الرطوبه او حمايه من الرطوبه على الووتر بروفنج او الووتر تايت كونكريت ستراكشر. في مجموعه من الكيس ستاديز هنعرضها ان شاء الله في نهايه البرزنتيشن. اولا احنا هنتكلم على الاسباب لتدعيم المنشات. اول حاجه ان احنا ممكن نكون محتاجين نزود اللود بيرنج كاباسيتي للمنشا، وممكن نكون محتاجين نغير الاستخدام للمنشا. في احمال جديده موجوده، في اعتمادات للديزاين المفروض ناخدها في الاعتبار. لو عندنا في ريبليس الكاباسيتي او في لوسز في الكروجن نتيجه الكروجن او في دامج او فاير للمنشا، فده بيخلينا برضه نحط نعمل فكره التدعيم للمنشات. لو عايز احسن اداء المبنى في الزلازل او عندي تاثير للبلاست او الانفجارات فبرضه في الاعتبار. في فرق كبير ما بين الترميم والتدعيم. الترميم هو إعادة الشيء لأصله، والتدعيم هو تحسين أداء المبنى كله كاملا لأن هو يسستين الاكسترنال لود أو الاديشنال لود. من ضمن الحاجات المهمة جدا الأعمدة في التدعيم. لما أجي عندي عمود في مبنى فيه مشكلة فعايز أعمل له تدعيم، فدايما القوة المعرضة بتاعت العمود عندنا فيه يعني عليه اكسل لود، وعليه ممكن معرض للفلكسرال، وعليه شير فورسز. فدايما القطاع بتاع الكونكريت الداخلي هو اللي بيحكم الفوليوم للريزيستنس الاكسترنال لود. فده شكل بيوضح ان الكباسيتي لانقطاع العمود هو الكباسيتي الداخلي اللي جوه الكنب. كل ما بيزيد الفوليوم اللي موجود كل ما بيزيد الاكسترنال ريزيستنس. لو في عندنا حاله العمود وعملنا لها كونفايمنت بعميس حديد او عميس اف ار بي، بيحصل عندنا ان عند الايدج عند الركام كل ما بحط القطاع اللي عند الركام اعمل له كونفايمنت يزيد الكباسيتي للقطاع عن العمود الانكونفايمنت. في عندنا ليميتيشن العلاقه ما بين طول العمود وعرضه، ودايما الكورنرز لازم نخليها كيرفد. لو عندنا فلكسبل اليمنت معرضه لحاله تدعيم فدايما يبقى معرضه لمشاكل في الفلكسرال، مشاكل في الشير، وممكن كمان يبقى عليها معرضه لمشاكل في التورجن. فممكن نبتدي نعمل لها عمليه تدعيم ان انا بزود رينفورسمنت في المناطق اللي فيها السترينينج اكشن انسفيشنت. فده شكل بيوضح الكاميرات والموديفاير لطرق التدعيم ايفن ان كان اكسترنال بوند ريفورسمنت او نير سيرفيس ماونتد. بعمل جروف جوه الخرسانه وابتدي احط رينفورسمنت. الكواليتي كنترول للسيستمز الاكسترنال بوند ريفورسمنت بتبقى مرتبطه دايما بالبوند ما بين الطبقات اللي موجوده. لو انا عندي طبقه اف ار بي او ستيل بليت هلزقها على كونكريت، فاللي بيحكمني دايما البوند ستريسز. ودايما بعمل اختبارات تنسايل ستريس للماتيريال اللي انا شغال بيها عشان اتاكد من الستريس كيرف والكباسيتي للقطاع. هننتقل لجزء تاني يخص اعمال الووتر بروفنج، وهنكتشف دايما ان الميه هي السبب الرئيسي لمشاكل المبنى. فهي بتعمل ايه الميه لو بتخش على الريفورس كونكريت؟ بتحول الكومبوننت الميكس او السيمنت ميكس، بتبتدي تفكها، بتبتدي تحول تعمل ريسولفنج وتعمل كريستاليزيشن للسولت، بعدين بتطلع اكسيد الايرون على سطح الكونكريت.
يبدا يحصل كراكنج. ممكن يحصل عندنا لو في اسيد فيوجن او في اسيد انفايرمنت يحصل اجريسيف ديكريز للبي اتش مما يسبب صدى. عندنا مشكله مشهوره جدا موجوده في المنشئات القديمه هي مرتبطه بالرطوبه الارضيه. عندنا دايما اي منشا في الاندر جراوند بيبقى فيه ووتر، فالميه ديت بتبتدي نتيجه ظاهره الخاصيه الشعريه. عندنا ان بي 1 في اتش 1 بيساوي 2 في اتش 2. مسام المنشا نفسها هي اللي بتعمل لنا تسحب الرطوبه. الرطوبه بتتحرك من الارض عباره عن بخار ميه معاها املاح. البخار الميه يبتدي يخرج بره المبنى ويبتدي الاملاح تخليها على سطح المبنى تبتدي تاكل في السيمنت مورتر او السيمنت بايندر، ونتيجتها بيحصل اللي بنشوفه ده لحضراتكم ده. طب ايه مصادر الرطوبه اللي موجوده؟ ممكن تكون تكثف جوه المبنى، الاندر جراوند ووتر، ممكن تسريب من ميه حمام سباحه جنبنا مصوره فيها بيكنج في اي منطقه اخرى، طبعا المطر ومصادر المياه الكتيره الموجوده. طيب ايه اللي بيحصل؟ لو عندنا بيزمنت بالشكل ده لحضراتكم، بخار الميه بيطلع من تحت يجي عند منطقه تساوي الضغوط للمبنى، بخار الميه يتسرب ويفضل الملح على السطح في المنطقه اللي موجوده بعد منطقه الجراوند ليفل. طيب الموضوع ده لو عايزين نبتدي نعمل له بريفنتيشن او علاج هنبتدي نعمل له ازاي؟ هنبتدي الرايزنج دام بتطلع من التربه، نعمل حاجه اسمها دي بي سي دام بروف كورس على ارتفاع حوالي 15 سم من الارض، هي ديت اللي بتمنع البنتريشن لبخار الميه او الدم وتعمل لنا سوليوشن للمشكله. طيب لو عندنا مبنى جديد هبتدي اعمل الكلام ده وانا ببني المبنى من الاول. طب لو انا عندي مبنى اوريدي موجود وحصلت المشكله ديت، ببتدي احط ادور ازاي اعمل لير عمودية على قطاع الحيطه او السطح اللي فيه بريبريشن على ارتفاع من 10 ل 15 سم. لو بنتكلم على الووتر كونكريت ستراكشر او الووتر تايب كونكريت ستراكشر، احنا امتى بنشوف منشئات فيها ميه؟ لو عندنا محطة صرف، عندنا منشأ مائي او مجرى مائي، حمام سباحة، كل دي منشآت متصور ان يبقى فيها مية، ولازم المنشآت دي تبقى ووتر تايت. ووتر تايت يعني ان هي غير منفذة للمية. الووتر تايت كونكريت ستراكشر دايما بيبقى فيها مشاكل، يعني بنحاول نذكرها في الدياجرام ده. ممكن نتيجة ان في small concrete imperfection او large concrete imperfection، عندنا مشكلة في نظام العزل، لو عندنا لكن زراجين، لو عندنا في عيوب في السطح وفي تلون في الكونكريت بنعمل لها بروفايلنج، البنتريشن للمواسير المية اللي موجودة فواصل الصب والكوب جوينت والكراكس والهير كراكس اللي موجودة في الكونكريت. دي معظم المشاكل اللي موجودة. اي حد بيشتغل في الووتر كولينج لاي منشا لازم ياخدها في الاعتبار ويبتدي يعمل ميسج ستيتمنت لحل كل مشكله. في عندنا كونسبت، ثلاثه كونسبت للعزل الميه ذكرت في الاي سي اي 515، ان انا ممكن اعمل بارير اكسترنال بارير، ان احط طبقه عزل اجنس سطح الميه اللي موجوده، ده بيسمى البوزيتيف سايد، او ان انا عندي حاله بيزمنت ان انا بحط طبقه العزل في البعيد عن الجانب البعيد عن الميه، ده بنسميه نيجاتيف سايد او نيجاتيف ووتر بروفنج. وعندنا حل ثالث ان انا بعمل انتجرال ووتر بروفنج، اخلي الخرسانه كلها قطاع غير منفذ، وده يعني تكنيك له طبيب في المنشآت اللي انا مش هقدر اعمل لها ووتر بروفنج من اي من الجانبين. ده شكل عام لمنشأ في ميه تحت الارض. المياه دي بتعمل هيدروستاتيك بريشر، بتعمل ابليفت على المبنى، بيزق المبنى من تحت لفوق،
وعندي في مياه خارجية موجودة وعندي غارير والووتر ليفل، دي كلها بتدي مؤثرات تعمل هيدروستاتيك بريشر على المبنى، لازم اخدها في الاعتبار وانا براجع تصميم نظام العزل النووي. هناخد حالة حالة بقى نبتدي نتكلم عليها. لو عندنا الحالة الأولانية ووتر ريتيننج ستراكشر كيبنج ووتر ان، الحالة دي هنلاقيها دايما في حمامات السباحة، تمام؟ عندي مية جوه والمية عايزة تطلع من بره الخرسانة لبره الخرسانة، تبقى موجودة في الووتر تانك، في الوست ووتر تريتمنت بلانت، في الدام سويمنج بولز والسيور بايب لاينز. الحالة الثانية برضو مشهورة اللي هي حالة الووتر فاسيلتيز كيبنج ووتر اوت، ان انا عايز امنع المياه ما تخشش من بره المبنى لجوه المبنى، فدي في البيزمنت، في اي حاجة تحت الارض، اي حاجة فيها ووتر تانك معرضة لهذا السيتويشن. في عندنا مرحلة تانية ثالثة ان عندنا مياه ووتر بروفنج من بره وعندنا ووتر بروفنج او مياه بتطلع من المبنى زي حالة حمام السباحة. البريتش ستاندرد 8102 اتكلمت ان عندنا 4 جريد من حماية الكونكريت، تبدأ من 1-2-3-4. الأولانية ان انا يعني اتقبل ان المبنى فيه سيبج وفي دم في اماكن معينة، وجريد 4 ان هي لازم الانفيرومنت كلها توتالي دراي، دي بنشوفها في الكمبيوتر روم في الحاجات اللي هي اندر جراوند. هنبدأ نتكلم على كيس ستاديز تخص أعمال الووتر الترميم وأعمال الووتر بروفينج في مشاريع حقيقية تم تنفيذها. ده كان منشأ موجود في دولة زامبيا. المنشأ ده كان عبارة عن باسبار كونكريت معمول سنة 42 بريكاست يونت. فوجئنا وإحنا بنشتغل في المبنى ده إن في كروجن في الحديد، وفي نفس الوقت الكومبريسر سترينث الكونكريت كان عالي، كان حوالي 70 ميجا باسكال، من 70-80 ميجا باسكال. بدأنا نراجع المنشأ استراكشر وكيميكال اناليسيس، وبدأنا نعمل عملية ريتروفيتنج وريبيرنج للسيستم. عملنا من ضمن الملاحظات المهمه جدا ان احنا عملنا اختبار الكربونيشن اللي على شمال حضراتكم. ده اختبار الكربونيشن عباره ان انا بحط ماده اسمها فينول فيسالين. فينول فيسالين ده بحطه على الكونكريت، الخرسانه السليمه بيتحول لونها للبينك كلر، الخرسانه الديتروريتد او الخرسانه اللي فيها مشكله او كربونيتد بيتحول لونها بيبقى لونها شفاف. لما عملنا كومبريسيف ستريس للكونكريت اكتشفنا ان الكربونيشن بيزود الكومبريسيف ستريس بنسبه 25%، واضطرينا ان احنا ننزل في التصميم قيم الكومبريسيف ستريس اللي موجوده لقيمه 25% من القيمه الاصليه، وتم تدعيم باستخدام البازلت فايبر. الحاله دي مبنى موجود في مصر في هيلتون الغردقه. كانت ايه مشكله المبنى ده؟ ان عندنا في جزء في المبنى عباره عن ستيل ستراكشر، في ترومبات في الدور الثالث، الترومبات دي لما بتشتغل المبنى كله بيتهز. فراجعنا البمبات اللي موجوده وعملنا حاجه اسمها فايبريشن اناليسيس، طلعنا هناك الكيرفات اللي موجوده عشان نشوف التردد والزمن الدوري للاكويبمنت، هل متوافق مع المبنى ولا في مشكله في البمبات. لما راجعنا البمبات لقينا برضه لو زالت المشكله موجوده، فاكتشفنا ان في جزء من المواسير الموجود حد ثبته بزياده في الستيل ستراكشر اللي موجود في السقف، فعمل لنا اوفر فايبريشن. لما عملنا شلنا التثبيت الزياده ده عمل ريليز للود والمبنى اشتغل كويس. ده مبنى في برضه في مصر كان في مشكله في التدعيم، يعني عملوا المبنى وكان في جزء محتاج نافوره ميه زياده، فنافوره الميه الزياده اللي موجوده ديت تم اضافتها. لما حسبنا الاحمال على القطاع لقينا القطاع منسيب، فاضطرينا ان احنا نعمل تصميم بالياف بالكربون فايبر عشان نقدر نشتغل نعمل سترينسنج اللي هي قدام حضرتك بريد. لما جينا نشتغل اكتشفنا ان في مشكله ثانيه، ان في دروب بانل مش معمول حسابها في السيستم، فتم استعراض السيستم برابنج سيستم، وتم استخدام اف ار بي انكور مسامير من الفايبرز بحيث انها تثبت النهايات.
بيانات الاف ار بي ونفذنا كده وما كانش في مشكله الحمد لله. الكيس بمبنى برضه في مصر، مبنى في منطقه الدلتا. المبنى ده عباره عن يعني مركز خدمه السيارات، عملوا فيه ارضيات، الاستشاري اخطا وعمل ارضيات اسمها سلاب اون جريد. لما عمل سلاب اون جريد حصل ابليفت على المبنى، الابليفت ده زق البلاطه اللي موجوده وحصل بريتريشن قدام حضراتكم، فاضطرينا نغير السيستم. كان التوصيه من الاستشاري ان احنا نشتغل بطريقه اسمها فرنش درين دريننج سيستم حوالين المبنى، بحيث ان احنا نعمل ايفاكويشن للووتر اللي موجوده اراوند المبنى. لكن بصراحه خوفنا نعمل الفكره ديت، لان لو حصل مشكله في البمب والبمبات اللي موجوده ممكن تعمل رد فعل تاني على المبنى، وتبقى مشكله ده مخزن على يعني السيارات تحت الارض، فتبقى مشكلتنا كبيره. فاقترحنا سيستم تاني اسمه فريم سلاب، ان انا حولت المبنى، رجعنا السيستم واستفدنا ان في حوائط كونكريت على محيط المبنى، فعملنا شيك على القطاعات وعملنا بلاطه او كونكريت مبنى جوه المبنى، ارضيه جوه المبنى اتربطت كلها، والحمد لله الدنيا مشيت كويس لحد ما المشروع سلم. ده مبنى في القاهره برضه، مبنى فيه سكاي لايت، سكاي لايت ستيل ستراكشر ما كانش معمول حسابها في المبنى، وادت ردود افعال على السقف. تم استخدام اربع طرق ترميم، ترميم كونفنشنال ريبير اف ار بي شوت ليت، وتم استخدام قطاعات من الستيل ستراكشر في تهويه عمدان وكمرات على سكيل كبير. ده جزء من الابلكيشن. دي كاميرا فيها بري ستريسنج، تم استخدام الكربون فايبر في التدعيم، ده شكل الكربون فايبر وده شكل السيرفيس بريبريشن، وده حاله من حالات الترميم والتدعيم اللي بنشوفها. اشكر حضراتكم جدا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. صلى الله عليه وسلم.